من الخلافات إلى التحالفات، الواقعية السياسية تفرض على الخارج من الإطار الجلوس مع أحد أركانه، وهو ربيب النجف وأحد أهم بيوتاته السياسية والفكرية. ففي أولى تحركات لجنة المفاوضات الصدرية على القوى الأخرى، التقى أعضاء اللجنة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وأعضاء في مكتبه السياسي. الحكيم زعيم قوى الدولة التي منيت بخسارة قياسية في الانتخابات، بارك للكتلة الصدرية فوزها، وبينما شدد على أهمية الوئام الوطني، أكد استمراره في تقريب وجهات النظر عبر علاقاته مع جميع الكتل، لكن المعلومات الواردة من داخل غرفة الاجتماع تفيد بالمزيد، إذ تتحدث مصادر مطلعة أن الحكيم أعلن عدم رغبته بالمشاركة في الحكومة المقبلة، لكنه يسعى إلى منع أي مواجهة قد تندلع بين المعسكرين الشيعيين سجاما مع إرادات داخلية وخارجية. ومع استمرار الحراك الغاضب الذي يقوده مناصر الإطار، يؤكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري وهو أحد قادته على ضرورة إنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق بالسرعة اللازمة، كما دعا المفوضية إلى النظر بجدية بكافة الطعون المقدمة لها من أجل طمأنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة. موقف يجاور موقف أمين عام حركة عصائب أهل الحق، الذي شكر متظاهري الإطار المحافظين على المصالح الخاصة والعامة واحترام هيبة الدولة والأجهزة الأمنية. الدعوات مستمرة للملمة الخلاف تحت مظلة واحدة، مظلة قد لا تتسع للجميع بحسب آخر المعطيات.